السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن السوفتويرات حق ابل، فما راح اقول لا اي او اس 14، انا بتكلم برضو عن الواتش او اس. فنقول السوفتويرات اللي بتنزل جديده اللي هو الاي او اس 14 والواتش او اس 7. فخلونا نبدا كبدايه. لو نتكلم عن الواتش او اس، الواتش او اس يقول لك ابل راح تنزل ميزات جديده فيها في الورك اوت او حق الرياضه، بتنزل فيديوهات برضو في تقريبا برنامج اكتيفيتي اللي موجود الحين للان في الايفون او في ابل واتش، نفس البرنامج يعلمك حق الرياضه، يعني بتحسن الرياضه برضو. وبرضو بتنزل برنامج في الواتش او اس الجديد حق السليب تراكنج. ما ادري هل في اشخاص ينامون وهم حاطين الساعه حقتهم، انا بالنسبه لي ما اقدر، لو اني لابس خاتم لو اني لابس شيء لازم افسخ كل شيء. لكن ما ادري ابل كيف بتشقلها، كيف بتخليها الحق مثلا لازم تلبس الساعة عشان تتبع النوم حقك، وتقول لك مثلا ما ادري ايش بتقول لك وايش بتعلمك. لكن في برامج تقدر تنزلهم انه يعلمونك مثلا متى نمت كثير، متى نمت بعمق في وقت النوم حقك، متى. مهم انه برنامج، ما ادري الاشخاص يهتمون بهذا الشيء ولا ما يهتمون، لكن ابل بتنزل هذا الشيء. وبرضه ابل بتنزل في الواتش او اس الجديد او في الساعة الجديدة حقتها، ما ادري هل بيكون اتوقع انه لازم قطعة يكون موجود فيها، ان الساعة حقتها ان تقيس الأكسجين في الدم. ما أدري إيش الفائدة، يمكن أشخاص اللي يعرفون أو يدرسون الطب يعرفون ذي الميزة أو يعرفون ذي الشيء إيش فائدته، إن تقيس الأكسجين في الدم. وبرضو التراكينج أو حق دقات القلب بيتحسن في الساعة الجديدة. ففي إشاعات إن يقول لك في تحسين راح يكون في السوفتوير، في تحسين راح يكون في الساعة الجديدة. فهذه الميزات أتوقع بالنسبة لي إذا بينزلوا الساعة الجديدة لازم يحطون فيها ميزات أكثر، لأن الواتش أو أبل واتش 5 بالنسبة لي ما كان فيها أي شيء يخليك تشتريها. إذا كان عندك، خصوصا إذا كان عندك أبل واتش 4، بالنسبة لي أبل واتش 4 هي القفزة، كانت من الأبل واتش 3 لأبل واتش 4. أبل واتش 5 ما فيها أي ذيك الميزات، سويت لها فيديو ما عجبتني، فيه بس الأولوز أون ديسبلاي، فيها برضو البوصلة بس، معالج قديم، كل شيء قديم، نفس معالج الواتش أو اس 4. فنشوف الواتش أو اس 6 إيش بيسوون فيها أبل، شنو بتحط فيه ميزات تخلينا نروح نشتريها. وبرضو الكل يعرف إن في الأبل واتش ما تقدر تشبك عليها أكثر من جهاز، يعني مثلاً لو عندك أبل واتش 2 ما تقدر تشبك عليها بنفس الجهاز، لازم تفصل واحدة وتفرمت واحدة وترجع. فهذه المشكلة ما أدري أبل هل راح تحلها، بسبب إن أبل أعلنت الحين عن إن برضو العائلة تقدر تتحكم بساعة الأطفال. أنا استغربت أصلاً إن في أطفال يستخدمون أبل واتش، لكن الحين الطفل تقدر تشبك سماعته عندك في الجهاز. ما ادري هل تشبكها في الابل واتش او تشبكها في الاعدادات، الى الان ما معروف، لكن في المستقبل راح نشوفه مع السوفتوير الجديد. والعائله تقدر تتحكم في الطفل كيف يستخدم الجهاز او يسوي لك تراك، تقدر مثلا تتبع الطفل اذا كان برضو الطفل، ما ادري هل اذا الطفل لازم يكون عنده جوال، بس ما راح يسمونه الطفل، بس ما ادري ايش السالفه، ما ادري كيف راح يستخدمونها. او هل ابل راح تنزل ساعه ثانيه بنفس السوفتوير حق الاطفال تكون ارخص، يعني مثلا اعطيها الطفل حقي ويستخدمها، ما ندري الان. لكن هذه الميزه ان العائله راح تقدر تتبع الطفل بالساعه. وفي اشاعات برضو ان ابل 100% كل اصدار تنزله تنزل لكم فيسات جديده لحق الساعه، فمثل ما نشوف هنا ساعتين الكاستمز كيف، فراح تنزل في النسخه الجديده بعد ما تنزل يمكن مع ساعة أبل الجديدة 6 فيسات جديدة. لكن يمكن مش الكل، يعني مو بكل الفيسات، لازم بعض الفيسات تكون حصرية لحق النسخة الجديدة. المهم إن يقول لك إذا سويت أنت الكاستمز حق الشكل حقك أنت بكيفك، تقدر تسوي من هنا وتقدر تسوي من أبل واتش من الجوال، فتقدر مثلا إن سويت الفيسز حقك تقدر تشاركه مع الأشخاص الثانيين. فما أدري كيف، هل تضغط عليه وتشاركه أو إنك تلصق ساعة في ساعة كذا وتشاركه، ما أدري كيف، لكن تشارك الفيسات حقتك مع الأشخاص الثانيين. بس تقريبا هذه كل الميزات حق الواتش او اس. ننتقل لكم لحق الايفون كبداية. الاي مسج، ما ادري هل الايفون ولا الايباد نفس الشيء، في راح يكون في تحسينات برضو في الاي مسج، بيحطون في اشياء زياده في الاي مسج، برنامج الرسائل حق قبل حق المراسله المجانيه. ولو نتكلم حق الايباد، ننتقل لكم الايباد الحين. الايباد يقول لك في الايباد الجديد ميزة القلم إذا جيت تكتب، أو مش الآيباد الجديد اللي هو آي أو إس 14 أو الآيباد أو إس 14، إذا جيت تكتب في أي موقع عندك في الكتابة بالهاند رايتنج، الكتابة بالقلم، تقدر تحولها إلى تايبينج. تقريبا موجود في بعض الأجهزة مثل السيرفس برو أو أي جهاز من مايكروسوفت في الويندوز، في بعض البرامج تقدر تحول الكتابة حقتك بالخط، حتى الون نوت في المايكروسوفت سيرفس تقدر تسويها، إنك اللي بالخط تحوله لحق تايبينج، يعني أن تكتب بإيدك خط إيدك، لكن إذا حددت عليه تحوله أنك كأنك كاتب بالكيبورد، فحركة حلوة. وخلونا على iOS 14، iOS 14 برضو طلعت لكم تسريبات لحق
سماعة أبل جديدة، فاللي هي الأوفر هيدر والسماعات الكبيرة سماعة الرأس، طلعت أيقونات لها. فأبل يمكن ما راح تنزل سماعة أبل الحين، راح تنزلها مثلا في الصيف أو على نهاية السنة مع الأيفونات الجديدة مع الأيوس 14. الأيوس 14 راح ينزل لنا في سبتمبر اللي هو شهر 9، المؤتمر حقه راح يكون في جون وهو شهر 6، ونشوف الميزات كلها. ولكن في شهر 9 راح ينزل السوفتوير كامل. أوكي، خلصنا من القلم، خلصنا من السماعات، ننتقل لكم للكيبورد. الكيبورد اللي حق الايباد الجديد يقول لك خلاص انه راح يكون فيه تراك باد، فالكيبورد نفس الحركه لكن فيه تراك باد. فبهذا السبب ان ابل توقع انه راح تغير البوزيشن او تغير كيف تركيب الكيبورد، خصوصا تكلمت عنها من زمان لكن مره ثانيه اعيد لكم، الانجل او مكان الوضع الكيبورد ما بعجبني. فما عندك الا خيارين، يا يكون بهذا الشكل او يكون بهذا الشكل. ف أبل لازم تسوي له حركة بتغير كل شيء. أنا أتمنى إن تغير الحركة البوزيشن وضع الكيبورد، لكن برضو تقدر تخلي الأشخاص اللي عندهم الأيباد القديم يشترون الكيبورد الجديد يركبونه. أتمنى يقدرون يخلونه. طبعًا إذا غيرت الدوتس أو الثلاث فتحات اللي موجودة من وراء في النحاس في الأيباد، فراح تضطر إنك تشتري الأيباد الجديد عشان تركبه، لأن الأيباد القديم مثل ما نشوف في الثلاث نحاس الدوائر اللي موجودة هنا هي اللي تشبك على الكيبورد هنا. فإذا شبكت على الكيبورد هنا راح يشتغل معك الكيبورد. إذا أبل نزلته ورفعته وغيرت مكانه، فراح تضطر إنك تشتري الأيباد الجديد علشان تشبك مع الكيبورد. ما حنشوف قدام إيش بيصير. فالكيبورد مثل ما قلت لكم تراك باد، وبرضو إشاعات يقول لك إنه راح يكون في إضاءة تكون أفضل. يعني شوف قدام إيش بتسوي هذا. وبرضو الكل يعرف الأيوس 13 أو الواتش أو 13 أنا نفس الشيء، وتقدر تستخدم نفس الشيء الميزة هذه. الماوس تقدر تستخدم في الأيباد، تقدر تستخدم في الآيفون. مش ذيك الميزة القوية يعني، أبل أول مرة تنزلها في الآي أو إس، فتحسون شكلها ما بحلو، واستخدامك الماوس ما بديك الدرجة ممكن لابتوب. ففي إشاعات قوية إن أبل راح تحسن ذي الميزة في الآي أو إس 14 راح ينزل، أو الآيباد أو إس 14 قدام. راح نشوف قدام معكم مش بتسوي أبل، خصوصا إذا نزلت الكيبورد مع تراك باد. ما أدري كيف راح يخلون، خصوصا الأيقونة ما بعجبتني، الدائرة وفيها نقطة وإنك تتحرك، يعني السهم ما بكنا سهم، جاي دائرة ونقطة في الوسط. شوف قدام ايش بتسوي، ممكن تخليها نفس السهم اللي في الماك لونه اسود وتقدر تحركه. شوف قدام، اتمنى ابل تسوي لها امبروف وتحسنها وتخلي الناس صدق يعني يستخدمون الماوس في الايباد، وتحدد الميزات برضو كيف تفتح برامج وخروج من برامج بالماوس. وبرضو في اخبار في الايوس 14 ابل راح تغير تصفحك للبرامج مثل ما نشوف كيف يقولون انه راح تكون كذا. الاشخاص اللي عندهم الساعة ابل راح يقدر يشوف الحركة او كيف راح تكون الإشاعات، إنه مثل ما نشوف البرامج حق أبل كذا في ساعة أبل، تقدر لو تضغط عليها كذا تحول حق الليست، فيكون البرامج اللي ما نشوف عندك كذا تقدر تصفحهم بدل ما يكونون مبعثرين عندك كذا. طبعا مثل ما تشوف بعض يقول لك البرامج راح تكون كذا، طبعا تقدر تختار أنت بين الليست وبين التطبيقات العادية اللي كيف مصفوفة. مثل ما نشوف هذا الليست اللي موجود نفس الحركة، يعني لو تفتح أبل واتش تشوف كيف البرامج مصفوفة هنا حق أبل واتش. ما أدري هل تفضلون كذا أو تفضلون برامج يكونون كذا، كتبوا لي تحت في التعليقات. طبعا حتى لو أبل سوتها ما راح تكنسلهم وتخليهم كذاك، لا يعني عندك الخيارين بكيفك. وبرضو في إشاعة الأيوس 14 جديد اللي راح ينزل، أبل راح تقدر تخليك تغير خلفيات الجهاز. ما أدري هل تحتاج ذا الشيء، لكن في بعض الأشخاص ممكن يحتاجون ذا الشيء أو يتمنون ان تقدر تغير خلفيات الايفون. فالكل يعرف ان خلفيات الايفون تقدر تحط مثل البوم الصور حقك خلفيه مثلا، تقدر تخش الاعدادات الوول بيبر هناك، ابل حط الوول بيبر الخاصه فيها تقدر تحطهم. لكن ابل يقول لك الحين تقدر تخلي المبرمج يغير ثيم الايفون كامل، فكالوول بيبر والاشياء راح تنزل في خلفيات الجهاز يعني تقريبا كاي جهاز ثاني. فاذا ابل بتسوي الحركه راح يتطلب عليها ان الايفون الجديد ترفع الرام. طبعا الرامات او الاجهزه اللي موجوده الحين اللي هي ال 4 جيجا رام راح تشتغل كويسه مالكم شغل، لكن انه كل ما يتطور النظام كل ما تنزل ميزات قويه الجهاز لازم يكون يرتاح او يكون ميزاته اقل او يعني سرعته تكون افضل، فتطلب ان الرام كل شيء يرتفع. فترغب قدام نشوف ايش بتسوي ابل في الخلفيات وكيف بتخلي المطورين انه يصنعون خلفيات حق الايفون. فتقريبا هذه كل الميزات وهذه كل الاشياء اللي نعرفها الحين حق الايباد او اس 14 والاي او اس 14 والواتش او اس 7. بس هذا الفيديو وهذا كل التسريبات. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه ونشر المقطع ولايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم. وقبل ما انهي الفيديو اتمنى كل شخص يشوف الفيديو وحابب يتواصل معي ويشوف سناباتي
هذا حسابي بسناب شات، اتشرف متابعتكم والسلام عليكم.